إذن دخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة اليوم السبت يومها الثاني، حيث يترقب الإفراج عن المزيد من المعتقلين والأسرى بين حركة حماس وكيان الاحتلال الصهيوني. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن حركة حماس سلمت فجر السبت الاحتلال قائمة بأسماء محتجزيه والذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم في ثاني أيام الهدنة. ومن المقرر أن تعلن قطر عن عدد الأسرى من الجانبين الذين سيفرج عنهم اليوم السبت في ثاني أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في وقت أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن ترتيبات صفقة التبادل تجري حتى الآن وفق ما اتفق عليه. وأبلغ الاحتلال عائلات 13 محتجزا بأنه سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن حالة المفرج عنهم بالأمس جيدة وفقا للتقارير الطبية. إذن ولمعرفة أجواء الهدنة في يومها الثانية في قطاع غزة ينضم معنا مراسلنا من هناك محمد أبو عبيد. نرحب بك محمد إلى هذه النشرة. إذن ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة، لو تصف لنا الآن الأجواء بالنسبة لتدفق المساعدات حاليا ووضع الأهالي بعدما شهدته غزة من حرب إبادة. بالطبع، هذا اللي أهلا بكم في البداية ولجميع السادة المشاهدين والمتابعين. اليوم الثاني من أيام الهدنة في قطاع غزة مر على جميع المواطنين وانقسم إلى قسمين، قسم منهم عادوا وكأنه يوم عيد عند لقيا أحبابهم والاطمئنان على أقاربهم ووقف هذا الدمار والقصف والمجازر وهذه الأصوات المخيفة وأصوات الطائرات التي لم تغادر سماء القطاع منذ 50 يوما. المعاناة كانت كبيرة جدا عشناها وعاشها الشعب الفلسطيني وسط ألم وجراح ودماء لم تتوقف، وبنية تحتية دمرت بشكل كامل، بيوت ومحال تجارية ومصالح شخصية وغيرها الكثير قد دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية خلال هذه الحرب. هذا اليوم أيضا القسم الثاني من المواطنين انقسموا وعادوا إلى بيوتهم يلملموا جراحهم، عادوا إلى بيوتهم ليتفقدوا ما تبقى من أشيائهم الخاصة، عادوا إلى بيوتهم يبكون على فراق أحبابهم وعائلاتهم، عادوا إلى بيوتهم وأيضا يعني يبكون على فراق أبنائهم ومن يعني أصيبوا بجراح بليغة، ما زالوا متواجدين في المشافي يعانون قلة المعدات الطبية والعلاج وسوء الوضع الصحي الذي يمر به قطاع غزة. اليوم الشعب الفلسطيني يعني بشكل أليم تمشي بين أزقة شوارع المخيمات وشوارع القطاع تنظر إلى وجوه يعني محمد تبين هول الكارثة حاليا كما تحدثت، يعني بعد حرب الإبادة التي استمرت أكثر من شهر ونصف. محمد، بما يتعلق كما تحدثت يعني حاليا أنت تتحدث ونحن نتابع طبعا الغزاويون حاليا، هناك طوابير للحصول على الغاز، كيف يتم توزيعها؟ كما تحدثت أيضا وضع المستشفيات كان يرثى لها وكان هناك حرب ضد المستشفيات، هل وصلتها المستلزمات الطبية؟ لو تحدثنا أكثر عن هذه التفاصيل. بالطبع المعاناة كبيرة في يعني قطاع غزة، هنا عند يعني أبواب محطات الغاز وأماكن تعبئة الوقود أعداد كبيرة من المواطنين بالمئات بل بالآلاف يتجمعون حول يعني انتظار دورهم ليأخذوا نصيبهم من هذا الوقود أو الغاز المتواجد في المحطات بعد غياب أكثر من 50 يوما عن المواطنين في قطاع غزة، غياب كان يعني مؤلم ويعني وصلت الناس مرحلة إلى عدم توافر المعدات والأشياء الضرورية الأساسية التي تلبي احتياجات البيت الفلسطيني في قطاع غزة. ما زالت أيضا يعني كميات قليلة جدا التي دخلت ولا تكفي إلى قطاع غزة إلا لجزء قليل جدا من المواطنين الآن، وحسب ما شاهدنا وتابعنا يعني الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة أعداد قليلة، في يوم أمس دخلت 200 شاحنة وكذلك اليوم، هذه يعني كمية قليلة بما يتناسب مع ما قبل هذه الحرب الذي كان يدخل إلى قطاع غزة يوميا 500 شاحنة من المواد الغذائية. نعم. وأعداد كبيرة أيضا من الشاحنات للوقود والغاز التي لا تكفي
للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني ما زالت حتى لا تكفي حتى الآن محمد. طيب بما يتعلق بتواجد المنظمات الدولية، هل متواجدة حاليا بعد فتح المعبر ودخول المساعدات محمد؟ المنظمات الدولية بعضها كان البعض القليل جدا كان متواجد خلال أيام الحرب لمتابعة وتقييم، لكن لم يفعلوا أي شيء. أيضا دخلت اليوم منظمات وجمعيات خيرية ومؤسسات لمتابعة الوضع الإنساني الذي يعيشه قطاع غزة، يعني تقييم ماذا يجري وما هي احتياجات المواطنين والقطاع الضرورية والغذائية في قطاع غزة أيضا. نعم مشاهدينا نأسف على هذا العطل الفني والتقني. الآن نعاود هذا المنتصف، والآن مراسلنا محمد أبو عبيد من قطاع غزة. طيب محمد أشكر تواجدك معنا وكل هذه المعلومات حول الأوضاع في قطاع غزة في ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة، مراسلنا في غزة محمد أبو عبيد.